إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، التواصل يستمر في انطلاقة أول أيام هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير هنا بعاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، كما أنوه بانطلاقة الفترة المسائية هناك سوف تكون بمشيئة الله وتوفيقه بتمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. شوطنا الرابع عشر والخاص بالأبكار الحقائق، بالفعل مسافتنا هي 4 كيلومترات. نتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح. مباشرة أسير إلى مقدمة الشوط، أسير إلى الصدارة وإلى المركز الأول. هناك وصايف لمطر بن مبارك بن سعيد المنصوري يقدم انطلاقة وصايف على المركز الأول، بينما المسك في ثاني المراكز سعيد بن راشد بن سعيد المزروعي يتواجد في المركز الثاني. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث، والمنطلقة هناك تأتينا سمحة سهيل بن محمد بالحطم العامري هنا تتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، بينما المركز الثالث القادمة والرابع هنا الوصول من بديعة سلطان بن خليفة بن زهرة الخيالي على رابع المراكز، والمركز الخامس القادمة على خامس المراكز المايدية محمد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبية تينا على المركز الخامس، والمركز السادس في هذه اللحظات القدوم من ريام البخيت بن سعيد بن عيسى الفلاحي يتواجد على المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع القادمة في هذه اللحظات هملولة القادمة على المركز السابع. هناك المنطلقة في هذه اللحظات بعاد انتوا ولا قريبين، خليفة بن عوض بالكيلة العامري، يا سلام يا سلام يا سلام على وصايف، يا سلام على وصايف. شوفوا من القادم 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 القادمة هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، شقرة حمود بن سالم العمري وصل مع شقرة لينطلق مع شقرة حمود بن سالم بن حمود العمري، يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل الانطلاق المميز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. إذا مشاهدين الأعزاء أعود مع وصايب ولا الحميدي بسالم العمري القادم القادم هنا مع اللي هي مشاهدين الأعزاء شقرة 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 وصايب، خط النهاية خط النهاية لمن الفوز والناموس. الله 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 الله، تهانينا تهانينا والناموس للحميدي بن سالم العمري على فوز شقره بالمركز الاول، ثانيا وصلت وصايف على ثاني المراكز زادت بمويل كفايه والله يقول الحق مطر بن مبارك وسعيد المنصوري، المركز الثالث اللي هي المايديه محمد بن عبيد بن ضبيعه الاكتبي، والمركز الرابع اللي وصلت سراب مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي، والمركز الخامس سعيد بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس، ولكن هنا ناتي الى ايضا الفوت والفينش ولحظات الوصول مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. التوقيت الزمني لحظات وصول شقره الحميدي بن سالم بن حمود العمري 6 دقائق 4 ثواني جزئين من الثانيه، تهانينا والناموس.